السلام عليكم. كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان جزء منه كده فيما معناه أنا عايز أقتبسه زي ما هو. كان الجزء ده بيقول إنه الناس اتخذوا رؤوسا جهالا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه في حركة، يعني بصراحة من الحاجات اللي بتضايقني جدا من ضمن تصرفات البيرنتس، بيجي لك البيرنت يسألك على ابنه، أنا ابني أدخله ترايل إيه؟ او انهي محاولة اللي دخله فيها كده يعني. فتقوم قايل له والله بص انا رأيي استنى لحد محاولة let's say ديسمبر، او استنى لحد محاولة فبراير، ده الوقت اللي ابنك هيبقى جاهز فيه يخش. فيقوم البيرنت ده او الشخص اللي بيقول للبيرنت، لان اغلب الوقت بيبقى حد تاني اللي بيقول له، يقول له لا 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 بص فكك من كلام التيتشر ده، انت داخل ابنك المحاولة الجاية على طول. فده يعني ده حرفيا انت يعني بتتجاهل نصيحة حد بقاله في المجال كله على بعضه يجي 10 سنين، وبتقوم قايل حاجة انت بقالك في المجال كله اصلا يعني يا ريت سنة كام شهر من ساعة ما خدت قرار التحويل الامريكي. فبناء على ايه بتقرر احسن وقت ابنك يخش فيه؟ يعني مع احترامي ايه المعطيات اللي عندك اللي تعرف تقرر فيها؟ هل انت عارف ابنك محتاج مدة تدريب قد ايه قبل ما يخش؟ ما تعرفش. هل تعرف اصلا عشان ابني يبقى متحضر المنهج كويس محتاج مدة قد ايه؟ اغلب الناس فاكرة الموضوع بيبصوا بصة فيها سذاجة تامة، انه الموضوع عامل زي كتاب، هخلص منهج الكتاب هخش امتحن عليه. يا جماعة الامريكان مش كده، الامريكان امتحان قدرات مش امتحان معلومات. والكلام ده يعني اللي اخد كورس فيه يعرف الموضوع ده. امتحان زي الانجليش مش بيقيس المعلومات اللي عندك وخلاص، ده هو بيقيس تطبيقك للمعلومة عامل ازاي، ودي حاجة محتاجة وقت تدريب كتير لوحده. اللي بيضايقني في الموضوع ده بالذات ايه؟ ان ده يعني حاجة بتضر الطالب. يجي لك طلاب مثلا في جريد 12 ما عندوش اصلا لا الوقت اللي يسوى ولا رفاهية ان هو يغلط في التحضير، ما عندوش رفاهية ان هو يعمل غلطات في التحضير بتاعه، هو اصلا كلها كام ترايل اللي حلته. يعني اللي محول اصلا دلوقتي على اكتوبر ده فاتوا بالفعل ترايل بتاعت شهر 7 والترايل بتاعت شهر 10، فهو مزنوق في 4 ترايلز ولا حاجة. ده ما عندوش رفاهية ان هو يغلط في التحضير بتاعه. فعن اذنك اي حد يا جماعة انصحه نصيحتين بليز خلي بالك منهم، بالذات الناس المحولة او الناس اللي ولادها لسه داخلين 11 و12. اولا ما تستعجلش البروسيس، ما تستعجلش الموضوع، ما تستعجلش الامتحانات اللي تخشها. في ناس كتير انا فاهم هيبقى تفكيرهم اه هو اي تيتشر في الدنيا هيبقى عايز ولاده الولاد يقعدوا عنده اكتر في الكورس مثلا لاسباب ماديه او لغيره، مع انه والله ابدا، ما انا الواحد هيتساءل قدام ربنا سبحانه وتعالى، وهيسال قدام ربنا سبحانه وتعالى لو عمل كده، وحساب هيبقى عسير مش حساب هين. فلما الواحد ينصحك ويقول لك ابنك محتاج وقت اكتر من ده، هو فاهم هو بيعمل ايه كويس، خبره يعني قريب من 10 سنين في الموضوع. فأول نصيحة ما تستعجلش الله يكرمك البروجرس بتاع ابنك، لأن الاستعجال ممكن يضرك أكتر مما ينفعك، وده اللي بنشوفه أغلب الوقت. لو أنا استعجلت مرحلة التأسيس ودخلت على مرحلة الحل على طول من غير ما يكون الموضوع ده موزون، يعني في حالة في ناس معينة إحنا بنقول لهم يعملوا كده، الناس اللي إحنا عملنا لهم أسسمنت ولقينا إنه فعلا ممكن يسكيب مرحلة التأسيس، لو ابن حضرتك مش منهم ده بيوديه في داهية. فاهمين الفكرة؟ انت كده بدون مبالغة والله بتودي ابنك في داهية، فعشان خاطري ما تعملش الغلطة دي. فأول نصيحة ما تستعجلش البروجرس، اسأل كويس وثق في رأي التيتشر لما يقولك مثلا ما تخشش الترايل دي خش اللي بعدها. هو فاهم كويس، يعني هو فاهم السنة هتمشي ازاي أحسن منك، هو عاش السيناريو ده 50 مرة. فاهمين الفكرة؟ يعني 10 دفعات جريد 12 مثلا عدوا عليا، او يعني طلبه في الجريد 12، وشفنا الناس دي لما تحاول بتعمل ايه وازاي تبريبير وكده. امشي على السيناريو اللي هو بيقول لك عليه، دي اول نصيحه ما تستعجلش. تاني نصيحه ثق في راي اللي بيقول لك، يعني ثق انت لو وثقت في حد اناف انك تسلمه ابنك عشان ياسسه، وده امانه، ولد في جريد 12 ما عندوش وقت، سلمته كده يعني سلمت ابنك دي، اسمع كويس النصايح بتاعته تمام. ما تخليش الموضوع انك انت بترش البروسيس فتطلع بنتيجه وحشه، وده والله بيحصل فوق ما تتخيل. فدول كده نصيحتين بسرعه. طبعا هندي زي سامري عن الريفيو للامتحان بتاع النهارده الصبح، الناس عملت فيه ايه وايه الاخبار وكده، بس ده على وقت تاني ان شاء الله. فور ناو نكتفي بكده، سلام عليكم.